مرحبا واهلا بكم اعزائي من منبع التكنولوجيا والاختراعات والابتكارات الكورية من بانجيو تكنو فالي والتي تعد سيليكون فالي آسيا. المكان ده بيشغل مساحة تقريبا 450 ألف متر مربع مخصص عشرة اللي هو 45 ألف متر مربع مخصص للريسيرش اند ديفلوبمنت. بتجدوا أكبر الشركات موجودة في المكان ده، وطبعا بيعملوا في مجال تقنية المعلومات ومجال التقنية الطبية، وأيضا بيعملوا في مجال صناعة ألعاب الفيديو. بنجد أنه أكبر سبعة من أصل عشرة شركات فيديو بتعمل في مجال صناعة ألعاب الفيديو موجودة في المكان ده، وهذا المكان أيضا يعد وجهة مميزة لكل المخترعين والمبتكرين، لأنه بيجدوا العديد من الحلول والحاضنات اللي بتساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى ابتكارات حقيقية في أرض الواقع.